صباح الخير كل اللي بيتابعونا وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك. النهاردة يوم الجمعة، يوم الأجازة، يوم الخير، يوم الأمل، يوم التفاؤل. إن شاء الله برغم كل الظروف تعدي على مصر بلد السلام والأمان، كل الظروف بألف خير إذا أخذنا بالنا من نفسنا. يعني من المفترض أن احنا في هذه اللحظات الحاسمة من عمر الكون، مش بس مصر، العالم كله بيحارب فيروس كورونا، ولازم نكون احنا قد مستوى اللحظة بالوعي اللي دايما المفترض أن احنا زي ما كنا مهد الحضارات نكون كمان مثل مشرف لأجيال جديدة بتواجه كل يوم مستجدات علينا أن احنا نكون قدها. إن شاء الله كلنا خير وأمل وتفاؤل بدولتنا القوية اللي بتتخذ كل الإجراءات لحمايتنا كمواطنين مصريين، وتعدي هذه المحنة على العالم كله أجمعين يا رب بكل الخير والتفاؤل إن شاء الله. النهاردة هيكون عندنا فقرة مهمة وفقرة هنسعد بيها، هنتكلم عن دور المرأة، وهنتكلم طبعا إحنا داخلين على عيد الأم، كل سنة وكل أم مصرية بألف خير. وكنا كمان بنتكلم عن يوم المرأة العالمي، فإن شاء الله نخصص فقرة للمرأة. خلونا مشاهدينا الكرام نطلع لهذا الفاصل القصير، ومن بعده نرجع لحضراتكم وفقرة الأخبار السريعة وبنصبح عليك. مشاهدينا الكرام بعود لحضراتكم على طول، ومعنا خبر الصحة تجري الاختبارات السريعة لأعضاء الحكومة للكشف عن كورونا. قبل الاجتماع الأسبوعي قامت وزارة الصحة والسكان بإجراء اختبارات سريعة للكشف من فيروس كورونا المستجد ولأعضاء الحكومة قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح أمس الخميس الموافق 19 مارس 2020. والإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان بدأت في إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ أيام في المطارات والمنافذ المختلفة وعدد من المناطق الحيوية. وزارة السياحة والأثار في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها. وأوضح السيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الأسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الأقصر وغيرها، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريب هذه الفرق وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير. وأكد فوزي أن شركة توف نورد الألمانية تقوم الآن بعملية فحص وتفتيش على الفنادق للتأكد من أن إجراء التطهير والتعقيم تتم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتي تبدأ من فترة الوقاية إلى فترة اكتشاف الإصابة. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقرر تعليق جميع الجلسات الخاصة بالمزادات والقرعات العلنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. صرح مهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية بأن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات والقرعات العلنية بجميع المدن الجديدة والسابقة الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة. قرار لرئيس الوزراء غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس. في اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، رئيس الوزراء يشكر الوزارات والجهات المعنية التي تعاملت مع أزمة الطقس وكورونا، كنتم على قدر المسؤولية. مدبولي الجميع قدم نموذجا محترفا في الأداء والتفاني والمواطن المصري يقدر ذلك. القوات المسلحة بمعداتها وأفرادها قدمت الدعم للمناطق الأكثر تضررا، وفيما يتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد توجه دكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل العاملين في وزارة الصحة وإلى جموع أطباء مصر بمناسبة يوم الطبيب العالمي الذي واكب 18 مارس الحالي والتزامن مع حملة إنسانية فريدة.
رئيس الوزراء يقرر إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من 7 مساء وحتى 6 صباحا حتى 31 مارس الجاري. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من 7 مساء وحتى 6 صباحا بكافة أنحاء الجمهورية. قررت النيابة لا ده خبر آخر. ممكن بكده ننهي فقرة الأخبار مشاهدينا الكرام، وحالا هنطلع لفاصل ومن بعده إن شاء الله نعود لحضراتكم وأولى فقرتنا على الهواء مباشرة إن شاء الله. شكرا وإياكم. صباح الخير مرة تانية مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا لازم دايما نبقى محافظين على كل الإجراءات اللي تقدر إن شاء الله إن هي تسلمنا من فيروس نقدر نقول إن هي يعني International Health Crisis أو أزمة صحية عالمية وصلت لمصر مع الأسف، ولكن بيتم التعامل معها بمنتهى الحكمة والحرفية من كل الجهات. الحاجة اللي ناقصة التعامل مننا إحنا كمواطنين. خلونا نعرف أكتر عن جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، ونعرف إزاي في إجراءات مهمة تم اتخاذها، وإزاي نقدر إحنا كمواطنين نقدر نتجنب سيناريوهات ممكن يعني تكون صعبة شوية لا قدر الله، وإزاي نقدر إن إحنا ننجو بإذن الله. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نرحب بأستاذ رمضان كشك الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. صباح الخير يا فندم عليكم وعلى كل مشاهدينك الكرام. الحقيقة النهاردة الكل بيتابع أزمة صحية عالمية، يعني ما هواش حاجة خاصة بمصر، إحنا عدينا بمراحل كتيرة جدا من المصاعب فترة 9 سنوات الأخارة، والحقيقة قدرنا أن احنا نتغلب عليهم، ودايما بحب أخدها من الزاوية التفاؤلية أن احنا قدها وقدود يا جبل ما يهزك ريح طبعا. لكن بدون ما نستهون، يعني فكرة التهويل طبعا. والتهوين أيوة. تبقى مشكلة. خليني أتعامل مع حضرتك بالإجراءات أو أبتدي بالإجراءات الخاصة بالدولة المصرية، خصوصا وأن الكل يتابع والكل يتابع الـ WHO وبيلاحقها بآخر الأخبار المستجدة لكل دولة. إزاي حضرتك شفت تعاملنا كمصريين وكدولة مصرية مع الفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للقائمين على هذا العمل الكبير داخل القناة، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالنسبة للفيروس من أنا يعني قبل ما أبدأ أنا عايز أوجه تحية للقيادة السياسية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكره شكر كبير جدا لما قام به نحو هذا المرض. أول شيء وده أسلج صدور المصريين جميعا سيادتك، أن من بداية المرض حتى من قبل المرض ما يوصل لمصر، وأول ما سمعنا الخبر أن أول دولة ظهر فيها في مدينة ووهان الصينية، سيادة الرئيس أمر بإرسال طائرة لإحضار جميع المصريين الموجودين بالصين، واول ما وصلوا خدوهم كمان في الحجر الصحي في مدينه مرسى مطروح بالطقم المضيفين بالطقم الطبي بالصحي، كل الطقم اكتر واكتر من 400 شخص، وضلوا هناك حضرتك لمده اسبوعين. وقامت المهام المسؤولين هناك وصلوهم لغايه منازلهم، فالموقف ده كان موقف محترم جدا، وكان تحس ان الدولة موجودة بتحس بابنائها بتحس بشعبها حتى وان كان هم خارج الحدود، واحنا ما كانش لسه عندنا المرض ده ظهر خالص، ولا كان في اي اثر عندنا في مصر، ولكن ده كان موقف يحسب بجد للقيادة المصرية، وده يعني فرح اغلب الناس كتير جدا جدا ان بقى يعني يحترم الفرد المصري سواء كان في الداخل او في الخارج، وإن الحمد لله السياسة في البلد اتغيرت، بقت بنظر للشعب وبحترم شعبي وبحافظ على شعبي. يعني اللي احنا متابعينه انه الانسان هو اغلى ده بصراحة دي كانت الروح ليها ثمن. اول خطوة سيادة الرئيس قام بيها وطلب وبعتنا الطيارة الخاصة دي، فكانت دي كان اول رقم واحد في الموضوع، كان حاجة محترمة جدا، وبدأنا نحس ان المصري بقى ليه قيمة وبلده بتحترمه. دي كانت أول حاجة. طبعا مع تسلسل الأوضاع ومع ازدياد المرض وانتشاره في أكتر من بقعة في العالم،
بدات الحكومه تتخذ طبعا الاجراءات، وبعدين اكتشفنا بقى طبعا الحالات اللي هي الحاله الوحيده اللي اكتشفناها اللي هي كانت جايه من الخارج، بدات مصر تحاصر المرض وبدات ايه بقى؟ بدانا في المطارات، جميع المطارات والمنافذ البريه والبحريه بدانا نكشف على جميع الافراد اللي جايين من الخارج سواء كان مصري او اجنبي، ولو لقينا اي حاجه كان بيتاخد على الحجر الصحي برضه بنفس الاجراءات وبدون اي تكاليف وبيودوه بيقعد الاسبوعين. فالحمد لله احنا في نعمه كبيره جدا 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 ان مصر على العدد الكبير بتاعنا ده، احنا ال 100 مليون الحمد لله الاعداد البسيطه جدا دي فضل من عند ربنا مش لاي حد. يعني احنا منظمه الصحه العالميه اللي بتعلن كل يوم، لكن يعني بدأنا في الخطوات. بدأ سيادة الرئيس بعد كده ادى تعليمات حضرتك بان المدارس ما هنا خليني قبل ما حضرتك يعني نأتي للنقاط الخاصة بسيادة الرئيس، خلينا نذكر شيء مهم وهو التوقيت. يعني أيوة. أنا في البداية ذكرت فكرة عدم التهويل وعدم التهوين. أيوة فندم. فكرة التوقيت، يعني أنا في نظري كل قرار ممكن يكون صائب أو لا على حسب التوقيت والأسلوب اللي بيعرض به. فكرة أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الإجراءات القوية والحاسمة كل في وقته، يعني ناس كثيرة في البداية قالوا ليه ما قفلناش المدارس، وبتتقفل المدارس في الوقت المظبوط. ناس كثيرة بيبقى في شائعات هل سيتم الحظر، هل هنفضل في الشوارع، وبعدين بنلاقي انه في قفل خاص بالمطاعم والكافيهات وغيره في التوقيت المناسب. فكرة التوقيت اللي بتقدر من خلالها تتابع الحالة الخاصة بالشارع المصري. الحكومة والإدارة المصرية برضو احنا عندنا حضرتك لما التقارير والبيانات والإحصائيات دي بتبقى مفيدة جدا لحضرتك لاتخاذ القرار. يعني واخده حضرتك يعني حاجة زي أخيرا السيول والمطر والكلام ده كله شكلنا برضو في كل محافظة غرفة عمليات، وكان في غرفة رئيسية في مكتب رئيس الوزارة بطقم كامل واتصال على مدار الساعة، وكانت الغرفة العمليات 24 ساعة شغالة. فدي برضو من ضمن النجاحات للإدارة المصرية صراحة، يعني دي من ضمن النجاحات. وما زال برضو احنا هنا في موضوع بقى بتاعنا اللي هو الفيروس، ان جميع أجهزة الدولة شغالة في الموضوع ده وجميع الوزارات في تناغم في وزي ما حضرتك قلت التوقيت، وفعلا التوقيت مهم جدا جدا. أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها من وجهة نظر حضرتك، يعني اتكلمنا عن التوقيت بس حضرتك شايف إيه أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها والمفترض نتعامل معها إزاي كمواطنين؟ حضرتك أهم الإجراءات طبعا أن سيادة الرئيس إدى تعليمات للمدارس إغلاق المدارس لغاية نهاية الشهر اللي هو لمدة أسبوعين، ودي طبعا ممكن يعني تبقى حاجة يعني لا قدر الله حسب لو على حسب الحالات ممكن تزيد، وممكن ربنا يكرمنا ان شاء الله في اخر الاسبوعين ونرجع المدارس ثاني باذن الله، وده اللي بنتمناه من ربنا ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان خصص مبلغ 100 مليار جنيه للصرف على بس مشكله الكورونا، وده مبلغ كبير جدا، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا ايه يعني ما يعني الامور تبقى تتلم، وان شاء الله باذن الله احنا ربنا كرمنا وساتر مصر وحافظ مصر ان شاء الله. لان يعني العدد الوفيات احنا وصلنا النهارده مثلا لما بكلم حضرتك يعني مثلا دوله زي ايران كل 10 دقائق في شخص بيموت، فاحنا وصلنا النهارده لفوق ال 204. ايطاليا وايران تحديدا ده برضو مهم ان احنا بالساده المواطنين يعني ليه إيطاليا وليه إيران كانت الناس تتكلم على إنه الفيروس أجريسيف أكتر أو عنيف أكتر هناك؟ هو الفيروس ما غيرش خصائصه، هو بيعتمد على وعي المواطن والتعامل. أيوة طبعا كلنا شعوب ممكن نكون أحيانا بنهزر يطلع نكت وغيره على مثل هذه المواضيع، ولكن وقت الجد لابد من احترام القوانين اللي بتبقى نقول عليها متبعة أو مستجدة على حسب الحالات. الاستهتار بالموقف أدى اللي احنا شفناه في إيطاليا واللي بنشوفه دلوقتي في إيران، وهم نفسهم بيبعتلوا رسائل لشعوب العالم
احترموا اللحظة واحترموا الفيروس، احنا كنا زيكم من اسبوعين. ايوه. قد ايه اليوم بيفرق في هذا التوقيت؟ واحنا عندنا سدك الاسبوع ده من اخطر الويكند ده. يعني احنا النهاردة يوم الجمعة، الناس يعني يا تنزل النهاردة وتبقى في اجازة عادية، يا كله يقعد في البيت وحتى فكرة الزيارات الكتيرة جوه البيوت خطر برضه. ايوه يا فندم. فبقول لحضرتك يعني احنا واحنا بنتكلم كده في ناس كل 10 دقايق بيتوفوا في ايطاليا، وامبارح رئيس الوزراء الايطالي اعلن قال ان انا خلاص استنفذ كل الطاقه، خلاص ما فيش اي، احنا بالدعاء لربنا بقى ان هو اللي ينقذنا من الموقف ده. طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا وصلنا دلوقتي ل 204,000 مصاب، حالات الوفاه اكتر من 8,000. احنا بنتكلم بره مصر عشان ونص. ده الكلام ده بره مصر عالميا يعني، هذا عالميا. واخد بال حضرتك، فلكن احنا ربنا ساترها والحمد لله، وبنتمنى ان احنا ان شاء الله تعدي باذن الله على خير ان شاء الله. وعايز اتكلم حضرتك في 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 في, في بقى في كل وزاره على حده وما قامت به من اجل مواجهه هذا الفيروس. اتفضل. سيادتك، اول شيء ان رئيس الوزراء ادى تعليمات بتخفيض عدد العاملين في الدوله. دلوقتي كل وزاره حطت خطه ان يعني عشان حتى الضغط اللي في المكاتب الافراد ما يبقوش كتير، فبدات كل وزاره وكل جهه حكوميه وكل مؤسسه بتخفض عدد الوزاره عدد العاملين لديها، وحتى ادى تعليمات، ولسه وزير القوى العامله امبارح مجتمع مع مسؤولين القطاع الخاص في مصر، حتى في الشركات والقطاع الخاص هيتطبق نفس الكلام دوت، تخفيف عدد العماله في جميع الاماكن. دي من ضمن الاجراءات. الاجراء بقى اللي قامت مثلا بيه وزاره الداخليه، قامت على اكتر من 6500 مركز وسناتر للتعليم واغلقتها. حضرتك اغلقت السناتر دي. الحاجه الثانيه اللي كويسه برضو بتواجه مشكله الفيروس ان قضوا على موضوع الشيش. موضوع الشيش ده برضو حتى من قبل موضوع المرض ده موضوع بقى وحش جدا وبقى صعب جدا جدا في مصر، واتمنى ان الموضوع ده يستمر بقى، موضوع ان مفيش شيش خالص في القهوه دي يتلغي خالص صراحه. ده من ضمن الاجراءات اللي قامت بيها وزاره الداخليه. اما سيادتك وزير وزاره الشباب والرياضه، لا ومتابعه قبل ما نخرج من نقطه الداخليه، متابعه قفل المطاعم من امبارح. ده الاجراءات اللي هي الثانيه التاليه للحاجات دي اللي هقولها دلوقتي حضرتك. وزاره التربيه طبعا قامت بالاجراءات دي، ووزاره الداخليه، وزاره الشباب والرياضه حضرتك اغلقت مراكز الشباب، اغلقت اوقفت علقت التمرينات البطولات الرياضيه كلها والممارسات الرياضيه كلها علقتها لغايه برضو مش اخر الشهر، لما نشوف ان شاء الله ايه اللي هيتم باذن الله، وهيكون باذن الله على خير ان شاء الله. حضرتك وزاره الاوقاف برضو السيد وزير الاوقاف ادى تعليمات حضرتك بجميع المساجد وحتى دور المناسبات اللي بيقام فيها سواء افراح او حالات وفاه، ان خلاص برضو ما فيش فيها عشان يمنع التجمعات، فمنع ان يفتح دور المناسبات دي للاهالي. ده برضو كل دوت احنا بنعمل عمليه حصر كامل لموضوع المرض. اجي بقى حضرتك على وزاره الاعلام. وزاره الاعلام قامت بدور محترم جدا جدا جدا، بحيي فيه وزير الاعلام والاخوه زملاء حضرتك الساده المذيعين كلهم في التلفزيون والمسؤولين كلهم. يعني بصراحه ما فيش برنامج الا ما جابوا فيه خبراء في هذا المرض ودكاتره ومتخصصين وبيتكلموا بطريقه محترمه جدا وسهله، فكره التوعيه يعني، وقاموا بدور توعوي محترم جدا 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 بصراحه. جميع القنوات انا يعني مش بنستثني بصراحه. نيجي بس حته اعلاميه، بتمنى اوصل صوتي للسيد وزير الاعلام الرجل المحترم، ان في حاجات زي جريده الجارديان دي البريطانيه عملت بنزلت بيانات خطا جدا جدا عن مصر، ودي طبعا من ايام الثوره كانت الجريده دي بتعمل ضد مصر، والنيويورك تايمز حضرتك. انا بحيي الخطوه اللي السيد الوزير خدها اللي هو منع المراسل بتاع جريده الجارديان والجريده النيويورك تايمز، ومدين له لسه انذار امبارح وقالوا له يعني هيعامل نفس المعامله بتاعه الجارديان. واخد بال حضرتك، انا بتمنى حاجه بقى، لا انا عايز تصعيد ضد الجرايد ديت، لان الجرايد دي مش من دلوقتي،
حضرتك دائما ينشروا اخبار. مش بس كده، احنا في توقيت حاسم. ايوه توقيت حضرتك. توقيت نشر فوضى، نشر شائعات، نشر يعني برضو هنا بحيي دور الجهات المعنيه اللي حضرتك ذكرتها. انا بتمنى في الرد عن الشائعات احنا نفسنا حتى كمواطنين، لان احنا عندنا في اماكن يعني في اكتر من منظمه الصحه العالميه هي اللي بتنشر الاخبار، فما ممكن تشوف منها، ممكن تشوف الاخبار من المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. واخد بال حضرتك؟ لازم يكون في شفافيه قدام الناس، والناس بتشوف المتحدث الرسمي بيتكلم. يبقى برضو بوجه كلام لكل الساده المشاهدين دلوقتي، ان انا ما اسمعش الاشاعات الخارجيه المغرضه اللي ليها اهداف تانية خالص. واحنا عارفين الاعلام الاجنبي ده اللي هو زي الجريده ديت، احنا ايام سيادتك الثوره كانوا بيكتبوا ضدنا حاجات صعبه جدا جدا، والقياده المصريه طلبت ان احنا نرد، حتى الخارجيه طلبت ان احنا نرد في نفس الجريده، رفضوا. طلبنا حاجه تاني، ان احنا ناخد مساحات اعلانيه بالفلوس، يعني ندفع مقابل المساحه الاعلانيه اللي ناخدها في داخل الجريده، برضو رفضوا. يعني اذا في سوء نيه. فانا بتمنى من الاستاذ وزير الاعلام الصحافه اللي زي كده، اتمنى ومن الحكومه كمان، لازم نحارب الجرايد ديت. الجرايد دي بتعمل ضد مصر، ده لازم اتخذ اسلوب ضدهم وابلغ الحكومات بتاعتهم كمان. طيب. عشان عدم العوده للموضوع ده. ده هيودينا لنقطة أخرى، وهي نقطة نشر الشائعات اللي ممكن نقع فيها كمواطنين. فكرة يعني الفترة الأخيرة طبعا زي أي وقت وزي أي أزمة لازم تلاقي إن في شائعات كتير. إزاي حضرتك بتشوف فكرة الشائعات ومواجهتها ومجابهتها بالشفافية في نفس وقت الشائع؟ إحنا حضرتك الرد على الشائعات، في حضرتك عندنا مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، سيادتك بيقوم بالرد على جميع الشائعات. انا اعتقد في اليوم الناس دي بس قاعده مخصصه عشان بس ترد على الشائعات اللي بتحصل، زي شائعات مثلا هيحصل في حظر تجول للناس، فالناس نزلت بدات تشتري، بدا يحصل دروب في البتاع، بدا من قبل موضوع الحظر من وقت الاعصار ان الاكل هيخلص، بدا الاسعار تزيد، ده ليه؟ لان جشع بعض التجار. طبعا في برضو بعض التجار عندنا بصراحه برضو يعني محتاجين برضو، بس الداخليه كان ليها دور معاهم، ولكن الداخليه مسكت اكتر من، بس في ناس كتير برضو ما زالت. احنا المفروض الناس دي محتاجة شدة برضو من الحكومة ومن المواطن، يعني والمواطن نفسه لما يلاقي حد انا بروح اشتري حاجة ويغلي عليا بسيبه وامشي، يعني انا ليه اخدها من عنده طالما بيزود عليا ما اخدهاش. صح، واخد بال حضرتك؟ فحتة الشائعات دي الحكومة الحمد لله بتقوم كل شوية بترد على الشائعات. وغير كده يا سيدي، ادخلوا على موقع وزارة الصحة العالمية وشوف البيانات والأخبار موجودة بالأرقام، نفس الأرقام اللي الحكومة المصرية بتعلنها، وفي تناغم وفي تنسيق ما بين مصر وما بين منظمة الصحة العالمية في الأعداد بالرقم. فيعني مفيش، بتمنى ان محدش يسمع الاشاعات الخارجيه، ونخلينا الاشاعات بتاعتنا الاعلام بتاعنا، ونسمع الاعلام بتاعنا، لان الحاجات الخارجيه دي كلها مغرضه. ويعني نتمنى. وامبارح طلع وزير التموين سيادتك كدب الكلام ده كله، قال احنا عندنا المنتجات والبضائع بتاعتنا وعندنا مخزون استراتيجي يكفي فتره كبيره جدا، فمحدش يقلق يعني ولا اي حاجه، وان شاء الله يعني خير باذن الله. ان شاء الله. اللي حضرتك بتتوقعه الفتره اللي جايه، يعني هل ممكن تزيد بالنسبه للشائعات دورنا احنا كاعلام سواء كان مكتوب او مرئي او مسموع في التعامل مع مثل هذه الاوضاع؟ هو حضرتك شوفي، احنا طالما التوقيت دوت، والتوقيت من اول ما سياده الرئيس ما مسك، واحنا عارفين طبعا مين اللي بيعمل الحاجات دي بره، سواء من خارج مصر او من داخل مصر، وكل دي حاجات احنا عارفينها، واخد بال حضرتك؟ وطبعا الاخوان في الخارج وفي الداخل وشغالين علينا، فاحنا فاهمين، واحنا مش هنخلص. انا بكلم حضرتك دلوقتي ممكن يكون بيعملوا اشاعات جديده في مصر وكتائب الكترونيه وكل ده، الحمد لله الاجهزه بتاعتنا كشفتها ومتابعينها ومراقبينهم وعارفينهم بيعملوا ايه، فالحمد لله رب العالمين. انا بتوجه لاخواتنا والشعب المصري بالكامل، ان يعني ثق في القياده بتاعتك، ثق في الاجهزه الامنيه بتاعتك، ونسير على بركه الله واحنا في الطريق الصحيح. حضرتك
بتتابع الدول. هناك النهاردة قادة دول من الدول العظمى في حالة ارتباك حتى أثناء البيانات. أيوة يعني هنلاقي أنه هو موقف جلل مثلا. صح. تلاقين مثلا ميركل بتعمل أو بتطلع على شاشات التلفزيون في بيان يمكن ملهاش بيانات على التلفزيون من 15 من فترة طويلة. إلا في المرة السنوية اللي بتكلم فيها. أيوة. الشعب بتتابع رئيس وزراء إيطاليا، بتتابع رئيس فرنسا، بتتابع حول العالم. في عدم ثبات، في حالة اهتزاز، مهزوزين حضرتك، موقف جلل. يعني يكفي التصريح كبير جدا اللي قالته امبارح ميركل حضرتك في يعني في ألمانيا، قالت إننا احنا بنواجه أزمة، دي تعتبر الأزمة بعد الحرب العالمية الثانية. يعني دي تعتبر، شوفي شبهتها بإن أزمة كورونا دي، وهي حقيقي. يعني أزمة كورونا دي كأنها بتحصد أرواح. الأزمة بعد الحرب، يعني شبهتها تعادل الحرب العالمية الثانية، قالت كأنها الحرب، يعني دي كأنها الحرب العالمية الثالثة بالنسبة لها. يعني أزمة كبيرة جدا. فالكلمة كزعيمة كبيرة زي كده ودولة أوروبية كبيرة مش سهلة عليها. وبريطانيا بتتعامل مع الموقف برضو بشكل قوي. الزعيم الثاني، الزعيم الإيطالي ده اللي طلع امبارح سلم، يعني سلم قال أنا خلاص، يعني إجراءات صحية، إجراءات طبية بنقوم بيها، احنا عملنا زي حضرتك عفوا يعني واحد مريض في المستشفى واهله، والدكتور طلع لهم قال خلاص انا ده عملنا اللي علينا، خلاص بقى روحوا، خلاص خلص. فامبارح يعني التصريح بتاع رئيس وزراء ايطاليا ان هو الراجل خلاص سلم، ما عندوش اي حاجه، رغم ان طبعا الفرق بيننا وبينهم شوفي في الاجراءات الصحيه والطبيه لا بس خلينا نقول ان احنا التعامل الحقيقه، يعني بتوجه برساله تحيه لسياده الرئيس ولكل القائمين في حرفية. يعني احنا ولا مرة شعورنا بان احنا دولة عالم ثالث او دولة نامية او دولة بتحاول انها يعني تنهض باوضاعها الصحية، بل بالعكس احنا ممكن نكون سابقين في اجراءات اخرى كثيره. وده مش عشان تحيزا اطلاقا ولا لاني مصريه، ولكن ده حتى WHO اشادت بالاجراءات الصحيه. برافو عليك سيادتك يا فندم. منظمه الصحه العالميه نفسها اشادت بالخطوات اللي خدتها مصر. في دول اوروبيه بدات امبارح واول امبارح بتشيد بخطوات مصر. خلينا حتى في الصين سيادتك. في الصين نفسهم اول الازمه قالوا مصر بتعالج مواجهه هم اشادوا بان احنا تعاملنا معاهم وانه احنا وقفنا معاهم. خليني انا بقى اقول لك على تخوفي، وحضرتك صحفي واكثر التحاما بالشارع المصري. تخوفي احنا شعب انفعالي، شعب حماسي، شعب يعني هنسمع ونشوف فيديوهات هنتحمس ونقول لا هنقعد في البيت، نقعد في البيت يومين نزهق نبتدي ننزل. هي دي الفكره. المعادله النهارده يعني احنا اشادنا بدور الدوله وغيرنا الدور بقى الباقي علينا. الدور اللي انا متخوفه منه واللي هو يعني عنصر اساسي في المعادله واللي هيحول الدفه لا قدر الله الى دوله بتغرق بقى في الاحزان او بدوله بتنجو من المرض هو المواطن المصري. دورنا ايه في الفتره اللي جايه؟ وحضرتك شايف المؤشرات بينا لفين؟ هل احنا مستهترين؟ هل احنا واعيين لمستوى الازمه؟ لانه احنا عددنا كبير جدا مهما كانت مستشفيات. يعني دوله زي الصين بنت مستشفيات وقفلتها اثناء الازمه. النهارده عدد الوفيات بيساوي عدد الوفيات في الصين مع اختلاف البوبوليشن او اختلاف الكثافه السكانيه العدد. فهنا ده اللي قلقني. احنا دلوقتي ماشيين المؤشر في النص، لا احنا كده ولا كده. ايه اللي هيخلينا احنا ننجو وايه اللي هيخلينا لا قدر الله نغرق؟ هي دي النقطه. احنا بالنسبه لسيادتك السؤال ده مهم جدا، واللي بنرجوه من بنرجوه حضرتك من الشعب واخواتنا ان احنا الاسبوع ده اخطر اسبوع. صحيح. يجب ان احنا نلتزم. هو فعلا الواحد بيشوف ساعات، يعني رحت اماكن امبارح واول امبارح يعني بالصدفه بخلص اجراءات وحاجات خاصه بيا، الشعب ما زال بيتعامل بالعاطفه مع بعض. بيقابلوا بعض، بياخدوا بعض بالحضن. لا يجوز هذا الكلام. انا شفت ناس حضرتك لابس الماسك وبينزل الماسك وبياخد واحد بالحضن وكده. طب نفسه ليه؟ طب يعني وسائل المواصلات وفي ففي احنا بنتمنى بس بنوجه يعني نداء للشعب والاخواتنا وفي جميع محافظات مصر، يا ريت نحافظ سيادتك
الاسبوع ده بس، الاسبوع ده لو عدى الامور ان شاء الله تبقى كويسه. صحيح. وان شاء الله برضو، واحنا بالنسبه لنا دلوقتي والعدد اللي بتاعنا والاعداد والنتائج اللي بتترصد كل يوم، الحمد لله احنا في خير. صحيح. واحنا في وضع محترم جدا جدا. صحيح. وافضل من اي دوله تانية ان شاء الله. ولكن ده برضو مش عايزينه، ان احنا انا النهارده في الحلقه لا عايزه اطمن ولا عايزه يعني ارعب، احنا عايزين نبقى متزنين وعايزين نعرف نواجه الازمه بشكل لائق، اللي يستاهل الحقيقه انه يتواجه بيه في دوله عظيمه زي مصر. بشكر حضرتك استاذ رمضان كشك الكاتب الصحفي، اشكرك. مشاهدينا الكرام، حالا ننتقل لفاصل ومن بعده نرجع ودور المرأة المصرية، وداخلين ان شاء الله على عيد الام، كل سنة وكل ام مصرية بألف خير. نرجع لحضراتكم على طول. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية، واحنا بنتكلم عن أزمات مختلفة، مرات أزمات اقتصادية، مرات أزمات سياسية كانت بتعدي علينا، مرات أزمات صحية زي اللي بيحصل في العالم كله النهاردة. دايما بكون مطمنة لوجود الست المصرية. الست المصرية حكيمة، الست المصرية بتقدر ان هي تتأقلم على كل الظروف. الست المصرية يعني دايما يقولوا اصل الست السورية كذا، الست الخليجية، الست الكذا، انما دايما يجوا عند الست المصرية يقولك الست المصرية الأصيلة اللي بتقف بجانب جوزها جنب بجنب، اللي بتقدر ان هي دايما يكون عندها كده حنية وتعامل مع أولادها اللي هو يعني ربنا فوق وأولادها تحت. الحقيقة في السينما المصرية قدروا يجسدوا دور المرأة المصرية بشكل رائع، وخصوصا دور المرأة. في عندنا علامات لما بنسمع أساميهم الحقيقة بنستعجب إزاي هم ما كانوش أمهات في الحقيقة، رغم أن هم كانوا أمهات معطاءات وعاطفيين لدرجة كبيرة جدا على شاشة السينما. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام، وإحنا لسه كنا بنتكلم عن عيد المرأة العالمي وبنتكلم عن عيد الأم بكرة، كل سنة وحضراتكم بألف خير، خلونا نستضيف ونرحب بالأستاذ حسام الدمراني الناقد الفني. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ، بيسعدني وجود حضرتك معانا النهارده، وبيسعدني دايما وانا بتكلم عن المراه يكون معايا رجل الحقيقه، لانه المراه هي يعني مش بقول بقى نص المجتمع، هي كل المجتمع في الحقيقه، لان هي اللي بتربي وهي اللي بتاخد بالها وهي اللي بتاسس القيم والمبادئ، وهي الحقيقه اللي موجوده في كل المواقف والمحافل. حتى لو اتكلمت عن الوزارات الحالية هتلاقي أنجحها اللي بيقودها سيدات، ففي مجال سياسي، في الحقل العملي، في البيت، في السينما الرائدات دائما من السيدات، كل سنة وكل سيدة مصرية على رأسنا وبألف خير. ابتدي مع حضرتك بدور الست عموما، الست المصرية حضرتك بتشوفه ازاي قبل ما اتكلم في السينما؟ في البداية خصوصا في الازمات. نعم. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. حابب استغل نصبح عليك في ان احنا نوجه تحية لكل ام مصرية، كل سنة وحضرتك طيبة، حضرتكم بخير. حقيقة احنا كنا محظوظين طول الوقت يا استاذ سارة ان احنا يعني شاهدنا عدد من الفنانات المصريات في تاريخ السينما المصرية، العظيمات اللي اجادوا لعب دور او تجسيد دور الام المصرية. حقيقة طول الوقت كانت السينما المصرية يعني حبلة بالعظيمات اللي اجادوا هذا الدور، طبعا منهم الاستاذة امينة رزق، الاستاذة فردوس محمد، الاستاذة عزيزة حلمي، الفنانة العظيمة شادية، والفنانة هدى سلطان، والاستاذة كريمة مختار. بس ده غير بقى الكوميديات كمان. يعني طبعًا عندك طبعًا الامهات الكوميديات، يعني ابرزهم الفنانه كريمه مختار لعبت دور الام الكوميديه، يعني طبعا استاذه كريمه مختار وماري منيب من الامهات الحمل كانت قاسيه شويه. صحيح. نعم. لكن يعني من المفارقات مثلا حضرتك تكتشفي ان الفنانه فردوس محمد، الفنانه عزيزه حلمي، الفنانه امينه رزق كان يعني لم يحلفهم الحظ ان هم بشكل واقعي يعني ان هم يبقوا امهات، ولكن هم اجادوا من ناحيه ثانيه عن طريق السينما المصريه و
عدد حافل من الافلام ان هم يلعبوا هذا الدور ويؤثروا فينا يعني كمستمعين. شاديه كمان مصرحين. اعتقد ان طبعا الفنانه العظيمه شاديه يعني اعتقد انها ما كانتش ما يعني ما كانتش ام في الحقيقه ولكن كانت ام عظيمه على السينما. هي تزوجت فعلا ثلاث مرات لكن لم يعني تنجب اطفال. لم تنجب اطفال لكن هي طول الوقت يعني بكتنا وفرحتنا واسعدتنا بدور الامومه اللي لعبتها. والحقيقه يعني خلينا نتكلم برضو طالما بنتكلم عن المراه مثلا شاد يعني فردوس محمد من يومها وهي ام في تاريخ السينما المصري صحيح يعني امينه رزق عملت ادوار كتير على المسرح وغيره ولكن برزت بشكل كبير في دور الام. اما شاديه فعندها براعه رائعه هي وغيرها في تنوع الادوار يعني شفناها وهي بنت وشقيه وبعدين دور المراه في منتصف العمر وبعد كده اتجهت لاتجاهات الام وصدقناها في كل المراحل. الشاكله الخاصه بشاديه في منهم كتير الحقيقه في السينما المصريه فكره التنوع ده ان انت تشوف البنت ثم الام وبعدها الجده كل ده وتجيده اعتقد ده مش سهل انه يتحقق في السينما. هي الفنانه شاديه الله يرحمها يعني رحمه الله عليها من الفنانات اللي يعني ومشيتها واسع يعني زي ما بنقول في الوسط الفني والثقافي من الفنانات اللي عندهم يعني خامه تقدر تتلون وتجسد عدد من الادوار الفنيه المهمه. بس الحقيقه هي يعني تحديدا في دور الام اجادت هذا الدور لان هي يعني انا شفت فيها امي الله يرحمها وشفت فيها يعني عمتي وخالتي وام المصريات صحيح بسيطه ومش قاسيه زي مثلا الفنانه هدى سلطان او مش يعني مش ام حنيه ام بسيطه ام مصريه ام هدى سلطان قدرت برضو تعمل الدورين قدرت تعمل طبعا. الام الجامده القويه الأم والام الطيبه العطوفه وانما برضو الملامح بتفرد دورها يعني نعم. صحيح نعم. طيب خليني نروح لفكره المراه في السينما والدراما ازاي حضرتك شفت ده لانه احيانا ممكن نكون بنأذي شكل المراه بدون ما نقصد واحيانا الحقيقه بنرسخ لدورها ازاي حضرتك بتشوف تعامل السينما المصريه مع المراه وازاي ممكن ان هو يبتدي يواكب اكتر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يمكن مثلا في يعني في بدايه الافلام الخاصه بعقد الستينات في مصر يعني كان طول الوقت المخرجين عندنا يعني بيركزوا على مساله ان الام ادوار الام المصريه تبقى يعني بسيطه او متواضعه لكن بعد كده في فتره السبعينات والثمانينات شهدت تطور كبير جدا في يعني القيام بأدوار الأم والزوجة والقيادة والموظفة وبدأت كمان يعني إدخال بعض المناشد القضايا المجتمعية زي حقوق المرأة وعلاقات الأم بالأبناء والقضايا الخاصة بالأحوال الشخصية وهكذا. يعني تطور دور المرأة المصرية واشتباكه طول الوقت مع القضايا المجتمعية والسيطرة بدأ يمكن من عقد الثمانينات والتسعينات. احنا عندنا فنانات قدروا ان هم يغيروا قوانين زي فيلم أريد حلا مثلا ده هنا ليه كنت بقول يعني انا برضو فكرة مثلا تسليع المرأة أو فكرة بيع منتجات عن طريق المرأة ده برضو ابتدى إن هو يأذي شكل المرأة وابتدى يتغير في العالم العربي. هو بدأ مجابهته في الدول الأجنبية سواء أمريكا أو أوروبا مع إنه بدأ عندهم وبعد كده ابتدينا إحنا نواجهه. فكرة مسلسلات أنا بسميها الصراحة مسلسلات الجواري اللي هو راجل قاعد في بيت طويل عريض ومعاه الأربع سيدات الكل بيتهافت لإرضائه. الفكرة دي أزت شكل المرأة في وقت ما لأن هي مش ثقافة مصريين جدا هي دخيلة فعلا على ثقافتنا بس عشان من أول مسلسل نور الشريف مثلا مش فاكرة بقى لأنه أنا يعني الحاجات دي ما بتضحكنيش قوي بس يعني فكرة توالت بعدها مسلسلات من هذا النوع فكرة ان المراه تصرخ تتضرب يتم اهانتها كل ده ما كناش بنشوفه في مصر ابدا. ما هو ده يا استاذ ساره مرتبط بيه زي ما بقول لحضرتك بالعولمه طول الوقت وبمساله ان انت يعني ثقافتك بقت يعني مغلوطه يعني ما هيش الحقيقه صحيح. نعم يعني طول الوقت بتحاول تسيطر على مساله الخصوصيات الثقافيه والعادات والتقاليد في المجتمعات العربيه. ده يمكن تزامن مع يعني دخول التكنولوجيا بشكل كبير او يعني سيطر على كل المفاصل في الشرق الأوسط من الألفينات
تقريبا. فانعكس على مساله تسليع المرض زي ما حضرتك قلت في الاعلان التجاري، في الدراما، في السينما، حتى في المسرح كمان، مساله ان المراه يعني يتم ابعادها او اقصائها طول الوقت عن دورها الحقيقي في ان هي تخلق جيل يعني واعي، جيل صحيح. عنده رؤيه نقديه، جيل عنده ان يحترم وعيها هي شخصيا. يعني احنا هنلاقي ان كان ممكن يكون في سيدات في الماضي ما همش غير التوجيهيه القديمه ولكن مزبوط. عندهم وعي مزبوط. وفي في الريف بوجه تحيه لكل السيدات اللي بيشوفونا ممكن ما يكونش معاهم شهادات عليا ولكن عندهم وعي بقضايا البلد، عندهم وعي بقضايا المجتمع، عندهم وعي كمان بالانتماء وزرعوا في اولادنا. يعني خليني برضو اوجه تحيه لام الشهيد، وام الشهيد هي بطلة، يعني بطلة عرفت تربي بطل، هو ما طلعش بطل كده من نفسه. فكرة تحملها المسؤولية وتضحيتها بأغلى ما تملك وهو ابنها اللي بتقدمه. يعني أنا الحقيقة من خلال شغلنا تقابلت مع أكثر من أم شهيد بيبقى استشهد ابنها وبتقدم ابنها الآخر للشرطة أو للجيش عن طيب خاطر، مش بتقول أنا خايفة عليه أو كذا. نعم، أنا حاب أوجه يعني تحية لكل أم شهيد من خلال منبر حضرتك المحترم، وأقول لهم كل سنة حضراتكم طيبين وخير، وأقول لهم يعني إحنا برضو أولادكم يعني في كل المجالات طول الوقت إحنا لو احتجتمونا إحنا موجودين زي أبنائكم بالظبط، وأبنائكم يعني لعبوا دور مهم جدا في حمايتنا، في الدفاع عن مقدرات هذا الوطن العظيم، في 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 الشرطة المصرية، في القوات المسلحة المصرية العظيمة، في كافة المجالات يعني. فبقول لهم كل سنة حضراتكم طيبين، كل أمة مصرية بخير يا رب وسلام. و يعني لو رجعنا للسينما والدراما زي ما قلت لحضرتك، يمكن يعني حضرتك اشرت من شويه يا استاذه ساره ليه مساله ان كان بعض الفنانات يمكن مش تعليمهم مش جامعي او مش تعليم عالي، ولكن كان عندهم الثقافه والوعي بمساله القيام بدور او ادوار في السينما المصريه، كلنا اتعلمنا منها ودخلت بيوتنا ويعني نمت فينا كأطفال وكشباب التضحيات العظيمة للأم يعني داخل الأسرة المصرية أو في المجتمع المصري. ده يمكن استثار راجع لمسألة السياق المجتمعي، كان وقتها السياق السياسي الثقافي الاقتصادي المناخي كان بيحتم، ده كانت طبيعة مجتمع ماشية في هذا الاتجاه. لكن بعد كده لما يعني اتفاجئنا بمسألة الانفتاح الاقتصادي ومسألة العولمة والانترنت والتكنولوجيا، بدأت الخصوصيات الثقافية في المجتمعات العربية وظهور البترول وغيره طبعا ده كان ليه انعكاسه على مسألة يعني تقليص أدوار الفنانات وأدوارهم تجاه مجتمعاتهم. ويعني خلينا نحلل كمان الموقف بقى انه برضو عشان ما نبقاش بنذكر بقى فقط السلبيات، ظهرت طفرات وظهرت حركات نسوية محترمة. يعني هنلاقي مثلا فنانة يسرى من الفنانات اللي برضو مش أمهات على الواقع وإنما أمهات عظيمات في الدراما المصرية. فنانة ليلى علوي كمان، ليلى علوي نفس الشيء. هنلاقي كمان ممكن نروح لنيلي كريم، هند صبري، غيرهم من الفنانات اللي ليهم رسالات واضحة على الشاشة من أدوار لسيدات. يعني برضو أذكر وإن كان هي مش بتتجه الاتجاهات دي قوي بس ليها عمل غادة عبد الرازق، برغم إن هي كان لها في المسلسلات اللي احنا بنتكلم عنها اللي مش تمام، يعني اللي احنا بنحبهاش اللي فيها ممكن المرأة، ولكن ليها أعمال خاصة بالمرأة بدورها القوي أو المرأة القوية، أعتقد ده كمان كان ليه دور. والله انا شايف ان يعني الفنانات العظيمات اللي يعني طول الوقت زي ما بقول لحضرتك، هو عندنا الحمد لله يعني تاريخ حافل في متعلق بالفن المصري، هو طول الوقت معطاء. يعني انت كل شويه بتتفاجئ ب الهام شاهين كمان عشان ما نبقاش نسينا، لان ليا دور كمان انتاج، هم امتداد يعني لفاتن حمامه، لا وانتاج يعني فكره صحيح طبعاً فكره هم الانتاج امتداد يعني امتداد زي ما بقول لحضرتك لفردوس محمد، للفنانه العظيمه امينه رزق، الفنانه العظيمه شاديه، واحنا بنفخر بيهم طول الوقت ان هم بيقدموا لنا اعمال فنيه يعني بتحمل من الوعي ومن القيم. يعني ده شيء بيسعدنا طول الوقت ان احنا بنشوف يعني ان مصر عندنا بقى فنانات يعني نسمع اساميهم، يعني مثلا الفنانه زوزو ماضي، في زي ما حضرتك قلت
في فردوس عبد الحميد، في عزيزة حلمي، عزيزة حلمي صحيح، في من الأجيال المعاصرة مثلا برضو ما ينفعش ننساها سوسن بدر طبعا بدور أدوارها كلها الحقيقة. هنا بقى ده بيخليني أروح لنقطة، فكرة الاهتمام بكتابة السيناريو للمرأة أو فكرة العمل اللي ما بتبقاش المرأة فيه دور السنيد للرجل، وإنما عمل كامل بأكمله بيتكلم عن مرأة، زي مثلا مسلسل ذات من المسلسلات اللي يعني المحور فيها المرأة واللي متضفر بقى في المجتمع ككل. ازاي حضرتك بتشوف ان السيناريو مهم في هذا التوقيت لبناء يعني نقدر نقول كتابة منسقة للمرأة اللي نقدر نخرج من الفيلم او من المسلسل بشيء ايجابي؟ والله يا استاذ ساره، فيما يتعلق بكتابه النص او السيناريو، انا شايف ان في هيمنه ذكوريه طول الوقت من لسه لحد الان ما زالت يعني برغم المحاولات، برغم المحاولات ان في بعض الكتاب خاصه من الاجيال الجديده يعني اللي دخلوا هذا الوسط، هم عندهم ثقافه اعطاء المراه المصريه دورها وعدم اقصائها وتهميشها، وان احنا نكتب سيناريو فعلا يبين لنا الدور الحقيقي زي ما كنا بنشوف قبل كده في الدراما المصريه وفي السينما المصريه. يمكن ده يعني بنحاول نتعافى او نحاول نخرج من مساله الهيمنه الذكوريه، وان يبقى عندنا سيناريو او نص يعني درامي او سينمائي بيكشف عن الدور الحقيقي للمراه المصريه اللي هي طول الوقت هي بتقاوم مجتمع، بتقاوم وظيفة، بتقاوم ضغوط اقتصادية وعباء، بتلعب دور يعني عظيم في غاية الـ وأنا بتكلم العظيم. عن السينما والدراما لازم أذكر كمان يعني علامات مهمة فيهم وهو الإخراج. يعني عندنا أستاذة إنعام محمد علي طبعا. كاملة أبو ذكري من الأجيال المعاصرة، فكر ساندرا نشأت كان يعني متوقفة بقى لها فترة بس برضو لها أعمال مهمة. أكلمني عن دور المخرج لما المخرجة بتبقى سيدة، وفكرة إتقان العمل، وفكرة مش هقول تحيزها لقضايا المرأة ولكن محاولة معادلة الكفة بين الأعمال الذكورية البحتة وبين الأعمال لها علاقة بالمرأة، ما بقولش عليها نسوية لأنه الأعمال لما بتكتب لمرأة هي بتعالج قضايا مجتمع كبرى. نعم. لأنه المجتمع كله مرتبط بالمرأة. نعم. يعني هؤلاء المخرجات اللي حضرتك أشرت ليهم هم بيلعبوا دور التوازن زي ما بقول حضرتك في مقاومة أو مجابهة السيناريوهات المسيطرة عليها الكتاب، يعني بيتم طول الوقت التعامل مع المرأة زي ما بقول حضرتك من منطلق ذكوري أو بيتم إقصاء أو تهميش المرأة طول الوقت. فالمخرج يعني هو بيلعب طول الوقت في العمل دور المايسترو، فبنلاقي مثلا بعض المخرجات اللي بيقوموا بإخراج بعض الأعمال الدرامية هم بيحاولوا طول الوقت بيقدموا مساحة كافية للفنانات بالكشف عن أدوارهم العظيمة في المجتمع المصري. يعني ده دور مهم وعظيم جدا، واتمنى يبقى عندنا يعني عشرات المخرجات في الدراما والسينما المصرية لتقديم صورة المرأة بالشكل الحقيقي يعني اللي احنا بنشوفه طول الوقت وبنلمسه في أسرنا وفي بيوتنا في الوظائف العامة في الحياة المجتمعية اللي احنا بنشتغل بنشوفه. واحنا بنتكلم عن المرأة في عمل كمان أيضا مهم وهو مسلسل ما بننساهوش للنهاردة واحنا في نهاية الحقيقة حوارنا، مسلسل أم كلثوم. أولا طبعًا. شخصية طبعًا. سيدة هرم من أهرام مصر. مصر زي ما بنقول، وتجسد العمل بما يليق بيها. نعم. إزاي حضرتك بتشوف التجارب دي؟ والله أنا شايف إن هي جزء من السير الذاتية اللي طول الوقت بترصد دور المرأة في تاريخنا الاجتماعي، في الأدوار الثقافية اللي لعبتها المرأة المصرية، الأدوار اللي لعبتها المرأة المصرية في تاريخ الفن وتاريخ السينما المصرية، منهم طبعا الفنانة العظيمة أم كلثوم. أتمنى يبقى في الفترة الجاية يعني عدد كبير جدا من الأعمال بتقدم السيرة الذاتية لسيدات مصر العظيمات يعني في كافة المجالات، في العلوم، في الفن، في الاقتصاد، في الثقافة، في السياسة، في العمل المجتمعي. يعني ده شيء طيب جدا، ونتمنى ان يبقى طول الوقت في يعني أجندة أعمال بتهتم برصد دور المرأة في كافة المجالات وتقديمها او تقديم السيرة الذاتية ل يعني نساء مصر زي ما بقول لحضرتك في كافة المجالات، الرائدات في كل المجالات والعلوم الفترة الجاية تبقى موجودة في السينما ودراما كمان. أتمنى ده يبقى موجود.
صحيح. مهم ان انا الحقيقه اتوجه بالشكر لكل سيده مصريه، كلمه من حضرتك لكل سيده بتشوفنا حتى وان ما كانتش ام، هي ليها دور. يعني لو معلمه في المدرسه هي ليها دور، لو اخت الاخوات اصغر منها فهي ليها دور. حضرتك تقول ايه لكل سيده مصريه النهارده؟ اقول لهم زي ما قلت في بدايه الحلقه، كل سنه حضراتكم بخير وطيبين، كل سنه وانتم يعني رصدنا الحقيقي في هذا المجتمع وفي المجتمعات العربية. كل سنة حضراتكم واقفين جنب أولادكم وجنب أزواجكم وجنب يعني وفي مشروعاتكم ووسطنا، وإن المجتمع المصري طول الوقت هو يعني المحرك الرئيسي فيه، هم مش رجالة بس، يعني هو الست المصرية العظيمة أمي وأختي وبنتي والمعلمة بتاعتي وأستاذتي في الجامعة والموظفة اللي أنا بتعامل معها. كل سنة حضراتكم بخير، كل سنة أمي شهيد مصرية بخير وسلام، وكل سنة أم مصر يا رب بخير وسلام. بشكرك. بشكر حضراتكم، وكالعادة يعني من قبل الظرف اللي احنا فيه وانا دايما بقول على السيدة المصرية وبقول لها كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت قدها وقدود، كل سنة وانت اللي هتخرجينا من ازمتنا. سيطري على اولادك، سيطري على البيت، ما تخليش يكون في اختلاط كبير، انت اللي هتقدري زي ما قدرتي توفري في ظروف صعبة اقتصادية، زي ما قدرتي تنزلي تقفي في طوابير الانتخابات وتنقذي مصر من هم اسمه الإخوان والإرهاب، تقدري تنقذي مصر من هم اسمه الوباء. مصر قادرة وواقفة على رجليها طول ما السيدات يعني واقفين وقدها وقدود، ودايما بقول يا جبل ما يهزك ريح. كل سنة وكل المصريات طيبات، كل سنة وكل مواليد شهر مارس بألف خير، وإن شاء الله ربنا يعدي هذا الوباء على خير وتطلع الشمس تنور الكون، وإن شاء الله دايما دايما مصر بخير، ودائما وأبدا تحيا مصر.